بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. والحقيقة أني في الاستهلال أود أن أعبر عن سعادتي أن أكون هنا في كلية دار العلوم، وهي الكلية التي أعتز بها وأعتبرها بيتي الثاني بعد كلية الآداب، وبخاصة أن كان لي بها صلاة وثيقة مع مشاهير المؤرخين الذين أنجبتهم هذه الكلية العريقة، الأستاذ الدكتور أحمد شلبي، الأستاذ الدكتور العلوي، والأستاذ الدكتور ضياء المغيث وغيرهم، وفي دراساتهم وبحوثهم أسهمت كثيرا في تقدم الدراسات التاريخية وبخاصة في التاريخ الإسلامي. كما أود في الاستهلال أن أشكر الأستاذ الدكتور محمد صالح توفيق عميد الكلية، ويتفضلني بدعوتي لحضور هذه الندوة، وأيضا أشكر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح فتحي رئيس مجلس قسم التاريخ، وأدعو الله لهذا المؤتمر هذا المؤتمر الدولي، أتمنى له كل توفيق إن شاء الله. في البداية نبدأ للدكتور مصطفى علي إبراهيم دويدر، وهو عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب العلى جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية، وعضو الاتحاد المؤرخين العرب والجمعية التاريخية والجمعية التاريخية السعودية، ومن أهم مؤلفاته أمراء الطوارشية ودورهم السياسي والحضاري في العصرين الأيوبي والمملوك الأول، وبحث عن جسيرة الروضة من الفتح الإسلامي حتى نهاية عصر المماليك، وبحث ثالث عن سعد الدولة الطوارشي ودوره في حملات الرمل الثلاث، وبحث الرابع عن الطب المصري في العصر الفاطمي. والدكتور مصطفى علي دويدار يتحدث إلينا عن وادي القرى في العصر المالي. ونظر لكثرة عدد المتحدثين في هذه الجلسة، وسأترك لكل واحد منهم 10 دقائق فقط لنقل 9 من السادة الزملاء المتحدثين، وكل واحد منهم يعرض خلاصة البحث في 10 دقائق حتى نترك في النهاية حوالي نصف ساعة للتعقيب والمداخلات والمناقشات. وليتفضل الدكتور مصطفى مع الالتزام بهذا الوقت المحدد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. على المنطقة المعروفة حاليا بمحافظة الأولى
ترجع هذه التسمية إلى كثرة القرى في هذا الوادي، ولأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منتظمة، وقيل هي مجموعة قرى بين خيبر وكلمان. وقد اشتهر هذا الاسم في العصر الجاهلي وبداية العصر الإسلامي، وهو وادي يمتاز بخصوبة أرضه ووفرة مياهه، مما أدى إلى كثرة سكانه وبلوغهم درجة عالية من التحضر، وهم خليط من الناس. فتح حاليا في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية شمالي مدينة المنورة، وتبعد عنها في مسافة حوالي 370 كيلومتر، وإلى جنوب من تبوك فيما يقرب من 483 كيلومتر، وعن الوجه 210 كيلومتر تقريبا. وهذه القرى كانت العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين يعد جزءا من بلاد الشام وليس من الحجاز. فقد ورد ان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخرج يهودا خيبر وفدك ولم يفرش اهل بيناء وادي القرى لانهما داخلتان في ارض الشام، وكان يرى ان ما دون وادي القرى الى المدينة حجاز، وان ما وراء ذلك من الشام. يقول البلابلين وهي اليوم مضافة الى عمل المدينة. وقال المحبسي وادي القرى بالحجاز. وعد طرح والحجر من مدن الحجاز. وطرح هي وادي القرى، هي بلا شك المنطقة الشمالية من العلا الحالية التي تعرف بالعلا القديمة او قريبة العلا او الديرة. فقد ذكر ياقوت دارة قرح، فقال دارة قرح بوادي القرى. وفيها يقول الشاعر: حبسنا في قرح وفي دارتها سبع ليال غير معروف فيها. والدارة هي الديرة كما ورد في المصادر العربية. وقد أورد السنهوبي عدة آراء حول وقوع وادي القرى ضمن أعمال المدينة المنورة، حيث يذكر أو يستقري أنه ليس بالحجاز مدينة بعد مكة إلى المدينة أكثر من اليمامة ويليها في القرى وادي القرى، وهي ذات نخيل وعيون. أما عن اسم العلم الذي يطلق عليها الآن فلا نعرف متى أطلق عليها على وجه الدقة، فقد ورد ذكر العلا صراحة في نص للطبري في حوادث سنة 130 هجرية، مما يؤكد أن الاسم كان معروفا قبل هذا التاريخ، ولأنه لم يكن مشهورا وغلب على المنطقة اسم وادي القرى، وإن ورد ذكره على فترات متباعدة في المصادر العربية. ففي معرض حديثه عن المساجد النبوية قال السنهودي عن المسجد الثالث عشر بالحجر، وذكر ابن زبالة بدله، يقصد بدل الحجر يعني، العلاء، وكلاهما بوادي القرى. والمعروف أن ابن زبالة ألف كتابه عن المدينة المنورة سنة 199 هجرية، وذكرها يقول الحمر في معجمه، وهو اسم لموضع من ناحية وادي القرى بينها وبين الشام. وقال إبراهيم بن شجاع: العلا أرض رمل أبيض بين جبلين، فهي تقع في واد بين ثلاث جبال تمتد من الشمال إلى الجنوب. كما ذكرها ابن سعيد الأمريكي في قوله: وهو حصن بناه المعظم على طرف البرية التي فيها الطريق إلى الحجاز، وعلى اليمين الطريق العلا وتبوك، وعلى اليسار طريق كيماء. وتحدث عنها كذلك ابن بطوطة. وتعد هذه إطلالة على تاريخ وادي العلا الحالية في فترة من تاريخها الزاهر وحقبة أهم القضية التاريخية التي شهدت تحولها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ومن مظاهر الوطنية إلى دولة الإسلام. إنها فترة النبوة وانتشار الإسلام في ربوعها، ثم انطلاق بيارته الخطاطة إلى الآفاق، حيث كانت تمثل معبرا حضاريا وتجاريا على طريق التجارة العالمية القديم. وقد شهدت أمما وحضارات تتابعت عليها وخلقت آثارا ثابتة، أمم أولى ظلت شاهدة عليها على مر الزمان
رغم أيد العارفين التي دمرت جوانب كثيرة وهامت منها. وقد عاشت في ضواياها قبيلة ثمود وشرفت بظهور نبي الله صالح عليه السلام بها، فحمل إليها في زمن غارق في الوثنية بيضا من نور الله أضاء جهداتها فعرفت به واشتهرت برسالته. وسكنها الديدانيون واللحيانيون والمعينيون والسبيليون، وسيطروا على مقدراتها وطرقوا بها حمايات عسكرية وحكاما إلى أن جاء الأنباط وسيطروا على شمال الجزيرة العربية، وأصبح وادي القرى جزءا من دولتهم، فامتدت حضارتهم إليه وأصبح حاضرتهم الجنوبية التي تنافس البتراء وتضاهيها بأجوبة، خاصة بما كانت تتمتع به من موقع ممتاز يتحكم في التجارة العالمية آنذاك. وقد تعرضت في الغرب للديانات التي كانت سائدة في وادي القرى قبل الإسلام، حيث شهدت منذ ظهورها القديمة تضاربا في المعتقدات الدينية، وسادها العديد من الآلهة الوثنية، وكان الثمودون وهم من أقدم القبائل التي سكنت المنطقة قبائل وثنية، وقد أرسل الله عز وجل إليهم أخاهم صالحا، حيث كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام، وكان قومه كقوم هود يدينون بالوثنية، وقد نشأ صالح عليه السلام في قبيلة ثمود، وهي القبيلة التي سميت باسم جد الأكبر لهم، وهو جد الخامس لصالح عليه السلام. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك من اتبع الدعوة صالح إلى التوحيد، وأن فريقا من أهل الوادي عبد الله عز وجل في فترة مباركة من ذلك السنة، وقد عادت الوثنية مرة أخرى، وكان الإخوانيون قد عبدوا آلهة نسبوها إلى معبودات العرب القديمة، كما عرض الأنباط الكواكب والنجوم والشمس، وتزامنا مع الجاهلية في بلاد الحجاز دخلت أصنام عمرو بن لحي وادي القرى، حيث أجاده عوف بن عذرة فضع إليه وادي ودا الإله ود، فحمله إلى وادي القرى وأقره بدومة الجند، وسمى ابنه عبد ود، فهذا أول من سمي عبد ود، وثم العرب بعده وجعل ابنه عامرا الذي سمى عامر الأجبار ساكنا له، ولم يرى بنوه على صدمته حتى جاء الإسلام. كانت اليهودية من أكبر الديانات المنزلة من عند الله عز وجل، أكثرها حظا في وادي القرى، حيث انتشرت في سائر ربوعها، وذكر الله كثيرا رغم طبيعة اليهود المنكرة في جموع القبائل العربية. توصلت الدراسة لأن اليهود ظلوا ينعمون في ظل الإسلام حتى نهاية القرن الرابع الهجري، كذلك انتشرت النصرانية بين القبائل العربية نتيجة قربها من بلاد الشام والإمبراطورية البيزنطية. ومن الناحية الاقتصادية فقد غلبت مهمة التجارة على وجه القرى، على الرغم من أنها قرى زراعية، وإلى أن وقوعها على طريق التجارة الدولية حتم عليها أن تكون محطة تجارية، ولذلك نشأ بها سوق ضخم اشتهر في الجاهلية وصدر الإسلام، على أنه أحد أهم أسواق العرب، وقد ورث بسوق قرح، وصارت البلدة تعرف بقرح نسبة إليه، وكان يسكن وادي القرى في الجاهلية عدد من القبائل العربية يأتي في مقدمتها بني عذرة الذين استقلوا به بعد أن أبعدوا العرب قاطبة، وإلى أن بعض القرى في العادة في إزاحة بني عذرة مثل جدان وديل وديان وعنزة وقضاعة ومدر وجهينة وسليمة وطحان وغيرهم ممن سكنوا حول الوادي، وكان منهم إخوة لقصي بكلاب من الأم من بني حرم من قبيلة عذرة، وكان منهم أيضا زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذه القبائل بدأ الإسلام ينتشر ويدا ويدا في وادي القرى وما جاوره من المدينة إلى بلاد الشام. وقد بدأت طبائع النور تتتابع على وادي القرى منذ فترة مبكرة، وذلك إما عن طريق العرب والتجار أو اليهود الذين كانوا في تواصل مستمر في مناطقهم التي سكنوها، لقد مر بهم في وادي القرى الصحابي المعروف سلمان الفارسي الذي كان يبحث عن الحقيقة وقطع رحلة طويلة لتاريخ إيمانه ودخوله في الإسلام. ثم بدأت الطبائع تتدافع في اتجاه وادي القرى بدءا من العام الثاني للهجرة، ووصلت أوجها في العام السادس للهجرة، لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة إلى دومة الجندل في السنة الخامسة للهجرة، بما يعني أنه صلى الله عليه وسلم قد مر بها في هذا العام. ثم كانت غزوتي زيد بن حارثة إلى وادي القرى سنة 6 هجرية،
إلى أن تم الفتح سنة 27 عقب فتح طيبة وبقاء النبي فيها 4 أيام. وكانت هذه المرة الثانية التي يدخل فيها هذه الفرق، وكانت بينما كانت المرة الثالثة في غزوة تبوك سنة 29. ولذلك نستطيع القول أن الله عز وجل قد شرف وادي القرى بأن أرسل به نبيا من أنبيائه هو صالح عليه السلام، ثم شرفه بمرور النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، بل إنه أقام بالوادي وصلى به فاتخذ أهله مواضع سجوده مساجدا يعبد فيها الله عز وجل. وقد توالت البعوث والصلاة والغزوات عقب فتح الوادي بغية الوصول إلى بلاد الشام مرورا بوادي القرى الذي أصبح محطة استراتيجية للجيوش الإسلامية. وقد أقام عدد من الصحابة في الوادي من أشهرهم أسامة بن زيد الذي لاق له المقام في بيعة له بوادي القرى، ثم توفى بهذه البيعة كما جاء في بعض الرواية. وقد تعرضت الدراسة لبعض الآثار الإسلامية في الوادي وأثبتت أن القلعة التي يطلق عليها أهل القرى أو أهل الوضع قلعة أم ناصر أو موسى بن نصير إنما هي أحدى قلاع اليهود التي كانوا يحتفظون بها إبان الفتح الإسلامي. أما المساجد الأثرية الموجودة حاليا في مدينة الوضع فهي قد بنيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، ولا يرجع بناؤها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقام الناس في المواضع التي يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ومن أمثلتها مسجد العظام ومسجد الصخرة، وهكذا كانت هذه صفحات مع هذه القرى في عهد النبوة. أسأل الله العلي العظيم أن يكون بها بعض من نعيم النافع يخرج به من يتطلع إلى معرفة هذه القرى في هذه الفترة المباركة، وأسأل الله التوفيق والسلام. شكرا. من الشقاء والعناء حتى بلغ الرسالة حليم الصلاة والسلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله. متميزة عن صور من أصحاب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. والآن يسجى أن أقدم